مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من جيب تالون مع متسابقة جديدة وصلت معنا إلى النهائيات. أحب أهني وأبارك أول شيء بالعيد المبارك لسيد الرئيس وحرمه وعيد عيد الحرية فينسا جوا، وثانيا محمد صادق هو عازف إيقاع ضابط إيقاع مقلس ألحان، يعني شخص بسيط وحب الفن، أحب الفن وأشجع الفنانين وأشجع كل المواهب. موقف مشرف، موقف حبيت إن أنا أكلمها وهي شاهدت البرنامج هذا، كلمنا قلت لها لو تحبي ادخلي وأنا بشجعك، ما فيش عندي أي مشكلة. والله أول كان كل حاجة عيب، كل حاجة حرام، الآن في تطور في علم، يعني الجيل حقهم والجيل حقنا والجيل اللي قبلنا مش سواء، فاهم لك؟ الجيل حق دحين جيل منفتح، إذن لا تصعب الأمور عن الجيل الجديد هذا، افتح له كل الأبواب. أكيد 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 في أهداف فنية، يعني طموحي إنها تكون للأحسن وإنها تغني للوطن، تكون تغني للوطن لبلدها لترابها. أيوة هو هذا أنا هدفي، مش هدفي يعني مالي أو إغراءات حاجات ولا شيء، أشتيها تكون فنانة للأرض هذه والوطن هذا. وأشكرك وأشكر طاقم البرنامج وأشكر الموسيقيين وأشكر الأخ سمير الذي استشرته قبل ما تدخل هي بالمسابقة، استشرته واستشرت الأخ الفنان حكيم، قالوا لي افتح لها الباب وديها وأنت تكون أول المشجعين لبنتك. أختم البرنامج هذا بمسك الختام بالأنس والبركة، ويعني عاجز عن التعبير إيش أقدر أقول. أقول ربنا يوفقهم أولادنا وأولاد أمة محمد أجمعين، وأتمنى إنه كل واحد أو كل فتاة أو كل ولد ياخذ نصيبه ويعمل مجهوده، وربنا يوفقهم الكل. الله ما كبر غلاك يمضي بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك من يشبهك يا ودادي. الله مكبر غلاك يمضي بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك من يشبهك يا ودادي. انت بشر غير عادي، فيك الجمال العجيب رهيب والله رهيب،
جماك حلو المحاسن وشو القمر والغزال حبك فيها القلب الساكن وصفات عدى الخيال جماك حلو المحاسن وشو القمر والغزال حبك فيها القلب الساكن وصفات عدى الخيال القمر عندك رمادي. أنت طلعتي مبتسمة بالمسرح أول شيء يا بيل سوغي، مش خجلانة، ما شعرنا فيك الخوف، رغم أنك لأول مرة تغني صح؟ لأول مرة. لأول مرة الأغنية اخترتيها برضو تلامحك شوي، بس شوي الارتفاع الصوت الجام بالموسيقى، أو مش أنت غيرك فنانين طلعوا هنا كمان، طلعوا فنانين يعني متعودين يغنوا، ولكن لما يطلعوا هنا شوية خجل ويطلعوا من تحت. حلو الأداء، حلو سلوك الأداء، حلو، بس إن شاء الله مع الموسيقى هي اللي بتحدد لك القام وفين بتمشي فيها، ونشوفك إن شاء الله بالحلقة الثانية. Après vérification des processus et du résultat final qui sont déroulés dans de bonnes conditions et dans la transparence, voici les gagnants de la troisième soirée du quart de finale du concours Deep Talent 2023-2024. Premier gagnant, Nawara Mohamed, avec 17,80/20. Thank you.
processus et du résultat final qui sont déroulés dans de bonnes conditions et dans la transparence. Voici les gagnants de la deuxième soirée du demi-finale du concours Jeep Talent 2023-2024. Nawar Mohamed. Avec 15 sur 20. أهلا بكم في هذه الحلقة من جيب تالون برعاية هيئة الإذاعة والتلفزيون وتحت إشراف وزارة الشباب والثقافة ووزارة الإعلام. أهلا بكم معنا. سنتعرف على هذه المتسابقة. شخصية جميلة لطيفة مبتسمة، على طول مبتسمة، ودي أجمل حاجة فيها. أهلا بنوار محمد صادق، تلك المتسابقة في جيب تالون. مساء الخير. مساء النور، العافية. كيف الحال؟ الحال نفس الحال الحمد لله. من هي نوار؟ نوار بنت تحب الفن، وبنت تربت بجابوتي وعاشت بجابوتي. نعم. مع أهلي وناسي حبايبي. نعم. صراحة الحمد لله تعرفت من جابوتي كمان 3 لغات، العفري، الصومالي، والعربي. نعم. هي هذه نوار. ما هي هذه 3 لغات، هي دي لغتنا نحن الجيبوتيين والجيبوتيات. نوار، كيف كان دخولك لهذه المسابقة؟ يعني إعلان اتعرض في التلفزيون، شفتي، جيتي، قدمتي، إيه اللي حصل؟ والله أول ما سمعت إنه في جيب تالون، يعني أغاني، مرحلة أغاني وكده، حبيت كان إنني أشارك وأوصل صوتي، ويعني كنت أحب الفن من صغري، لأنه الوالد ما شاء الله على الله يحفظه، الله يخلي لياته، كان يجي لعنده حبايبه يعني الرجال يجلسوا سوا يخزنوا كده في تملك، من كده بدأت أحب الفن، كنت أردد بيني وبين نفسي مع الأغاني وكده. اول ما فتحوا جيب تالون سمعت انه فتحوا، قلت له ضروري تفقديني لا جيب تالون. شفتيها يعني فرصه. لاول مره يعني. عندك اي يعني دخلتيها هوايه. وبعدين اتدربتوا، ايه اللي حصل في التدريبات؟ هل شفتيها سهله، خاصه انها كانت مكثفه صباحا ومساء؟ كيف كان بالنسبه لك التدريبات؟ هل حصلتي صعوبات في البدايه وده طبيعي؟ هذا شيء طبيعي. اول شيء كان في صعوبات مع التدريبات. ويعني ايش يقولوا، وصبحا ومساء كنا نتدرب، والحمد لله مع كلنا احنا يعني لما كنا سوا نعز ملائي، والغنية نتحافظ بيني وبين نفسي، يعني كان صعب و يعني ايوه جزعنا المرحلات الصعبة الحمد لله. طيب نوار، انت في البداية كنت شخصية عادية، والآن أصبحت شخصية مش عادية، يعني شخصية معروفة. والواحد لما يكون معروف في المجتمع حياته كلها بتتشقلب. يعني بجد يعني بيكون عليه مسؤولية زيادة فوق المسؤولية. أنت التغييرات دي اللي حصلت لك من شخصية غير معروفة وأصبحت فجأة شخصية معروفة، فهل أثرت دي في حياتك؟ هذه مسؤولية على ما قلتك، زي ما قلتي، وفي بعضهم كان ما يفهموا نوار مع الفن دي حين شافوا نحنا، وما دام أخذنا المسؤولية هذه ووصلنا صوت نحنا، والله ما كنت خايفة إنني يعني أخسر أمام المرشحين، كنت خايفة أخسر أمام نفسي. طبيعي.
هذا هو، كنت خايفة انني اخسر امام نفسي، والحمد لله يعني استوينا مشهورين وايش يقولوا عرفوني الناس، نعم، وشعبي واهلي حبايبي. طيب نوار، انت حبيتي الفن واول ما سمعتي عن المسابقة حبيتي تدخليها، في مين اللي شجعك عشان تدخليها؟ شفتي مش بعد ما دخلتيها، لان انت ذكرتي في الديركت انه شكرتي عماتك واصحابك وكده، هل دون شجعونك قبل ما تدخلي ولا جت تشجيع بعد ما دخلتي بحيث انه يكون في دعم منهم؟ لانه الدعم الاسري ودعم الاصحاب حاجه كبيره بصراحه، يعني بتدي حافز، بتدي انك تبذلي اكتر جهد، لان في حد بيزقك يعني يدهفك، شفتي؟ فبتبقى يعني الموضوع بيكون اكثر اهميه. فايه اللي حصل معاكي؟ هل الدعم جه قبل ولا بعد؟ والله دعم عماتي وخالاتي واهلي، حبيبه قلبي امي وابي، ربنا يخليها لك يا رب. امين يا رب العالمين. من قبل يعني كانوا يدعموني والله باي شيء، باي مرحله، باي، عشان هكذا وصلت لهذه المرحله بسببهم. ايوه ايوه، لانه فعلا بتفرق كثير. طيب هندندن، حنسمع حاجه زي زملائك، حنعمل ايه يعني النهارده؟ اي حاجه حتى خفيفه كده عشان الناس اللي بتتفرج علينا، يعني نديهم تصبيره لحد النهائيات بعد ايام. والله لحد الان اسمعك ابو بكر سالم، نعم، اتسمع من اغانيه واحبه. احيانا انا افكر وافكر وافكر، الى متى عزني بالاشواق ده، ما دام باب المغفره ما تسكر، تعال وارسل لي خيالي ملامح. احيانا انا افكر وافكر وافكر، الى متى عزني بالاشواق ده، اديله ما دام باب المغفره ما تسكر، تعال وارسل لي خيالي ملامح. لو الحياة بطولها طعم سكر، ما كان أحس بده وغيري وسامح. ما شاء الله عليك، ما شاء الله يا نوارة، إن شاء الله تفوزي معانا وبتكوني أول مشاركة في جيب تالو في موسمها الثالث 2024، وده حيدي دفعة لكثير من الشابات من بعدك، يعني أنت فتحت الباب، الكل دلوقتي حيتشجع، لأنه حتى لما فتحنا الباب قبل كده للمسابقة باللغة العربية ما حدش جه ولا اشترك، في ما لقوش داعم، يعني كل واحد كان بيكسر فيهم، هتكسب ايه، هتستفيد ايش؟ تاني حاجة خوفهم أو خجلهم من الكاميرا وده، لكن أنا بحييكي على الجرأة أنك جيتي وتقدمتي ووصلتي بعزم لدرجة أن أنت وصلتي للنهائيات، دي في حد ذاتها يعني حتى لو فشلتي يكفي أنك وصلتي للنهائيات، شفتي كيف؟ لكن ان شاء الله، مش يعني انا متامله انك تعملي جهد اكبر باذن الله، خاصه الاغنيه المختاره دي مش سهله، دي اغنيه صعبه صعبه جدا، فيها مساحه صوت عامله كانك بتسبحي في البحر، تنتقلي من مقام لمقام، فانا متاكده انك هتجيبيها لانها اغنيه لذيذه كلنا بنغنيها في اي وقت. نوار، ايش هو هدفك لو فزتي في جيب تالو؟ ناويه تعملي ايه؟ يلا حنفتش جواكي كده، ها اكشفي لنا السر. اشكر جمهوري والذي دعموني والذي تابعوني والذي يحبوني، يعني اشكرهم كلهم، لا من صغير لا من كبير، اشكرهم لانه مع الاس ام اس حقهم، مع دعمهم، نعم، احبابي واهلي، يعني اشكرهم شكر كثير. نعم، ومحبه الناس حلوه يا نوار، وهم اللي ديهموا لك الشجاعه. انا بالنسبه لي محبه الناس يعني كنز. احنا بنحييكي نوار، وان شاء الله نتمنى لك الفوز في الختام،
وإلى أن نلتقي أحبائي في الختام وبعد الختام، فانتظرونا في ختام حلقة جيب تالون في موسمها الثالث 2024 إن شاء الله وديركت. فريد فريد أتو إقدمان.